السلام عليكم. أول شيء كنشكر قناة صوتكم على الدعم ديالها، فهي قناة محترمة الحمد لله، ومن القنوات اللي فتحت لنا الباب ديالها. كنشكروا الطاقم التقني ديالها وعلى رأسهم السي العربي. أول شيء معكم المعالج عبد الحميد صاحب عشبة ضال البركة. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا في هذا الفيديو هذا على واحد النبتة ديال كتوابة، لأن عدد ديال الناس هذه العشبة هذه مازال ما عارفين عليها والو. هذه العشبة ديال كتوابة فهي عشبة أمريكية، يعني كتجي من أمريكا اللاتينية، هي من الأعشاب اللي لقات نجاح كبير في الدول العربية. وهاد العشبة هادي من النجاحات ديالها انها مفيدة بزاف للناس اللي كيعانوا من المشكل ديال تعطيل الدورة الدموية. كما كتعرفوا ان الدورة الدموية الا كانت معطلة يعني في جسم الانسان كتسبب بزاف ديال المشاكل، وخصوصا في سن في الرجال. كدير الم يعني في الركاب، الم في اسفل الظهر، كدير ضعف جنسي، كدير يعني الم في القلب الى غير ذلك. وهاد العشبة هادي الحمد لله يعني تيسترات في المغرب حاليا، وحنا راه دايرين فيها يعني كندير لها اشهار. وبالنسبه يعني للتجربه ديالنا والبحث ديالنا فلقات نجاح كبير، وكنتمناو ان شاء الله الناس يبحثوا على هذه العشبه هذه، راه فيها فوائد كثيره. الغايه احنا من هذه الخرجه الاعلاميه هو نشر المعلومات والاستفاده للجميع. بالنسبه لهذا انا الدومين ديالي كما هو معلوم انا معالج بالاعشاب الطبيعيه، يعني ماستر في التداوي بالاعشاب، خريج الهيئه الوطنيه للعشابين والباحثين في الاعشاب الطبيه والعطريه بالمغرب. بالنسبه للنجاحات ديالي في العلاجات بالنسبه للاعشاب فالحمد لله يعني الوصفات ديالي لقاو نجاح كبير على الصعيد العالمي، يعني الناس في خارج الوطن وكنتعاملوا معهم. النجاحات اللي توصلنا اليوم بفضل يعني هذه النباتات فالحمد لله كنعالج الامراض اللي عندها علاقه بالضعف الجنسي وسرعه القذف ومشاكل الرجال عامه، يعني اللي فيها الميكروبات الجهاز التناسلي والتعفنات الى غير ذلك، وبالنسبه حتى للعقم وامراض الروماتيزم والجهاز الهضمي. فاحنا الغايه منا في هذه الخرجات هو اننا بنبينوا يعني الاعشاب المغربيه بواحد الصوره اللي زوينه، وبغينا الناس تستافد وتجرب الوصفات اللي هي طبيعيه، لان الخطا اللي كيوقعوا فيه الناس في الاعشاب هو انهم كيستعملوا النباتات بواحد الطريقه اللي عشوائيه. فالطب العربي بالاعشاب فهو طب ناجح، يعني من عهد ابن سينا والفارابي الى غير ذلك. الاخطاء اللي كيوقعوا فيها الناس اللي كيتعالجوا بالاعشاب هو انهم كيستعملوا الاعشاب بطريقه عشوائيه، وهذا هو اكبر خطا. فالانسان اللي بغى يتعامل بالاعشاب ضروري خصو يكون عنده معلومات، الا قدر يقرا شويه الاعشاب من الافضل ما قدرش يمشي عند شي انسان متمكن. اما الاعشاب ففيهم فوائد اللي كثيره بزاف، فالعلاجات ديال الاعشاب الحمد لله كاين نتائج لها هائله بزاف. كما ذكرنا العلاجات اللي ذكرنا حاليا هما الامراض اللي كيتعلقوا بالامراض التناسليه والامراض ديال الروماتيزم والمعده والامعاء الى غير ذلك. الاضرار، الله يجازيك بخير، فهذا سؤال مهم بالنسبه للاضرار ديال الاعشاب. فالاعشاب كما معلوم ان الاعشاب فيها انواع كثيره، كاين الاعشاب السامه والمولينه والمطهره الى غير ذلك. فالاعشاب السامه كاينه كثيره بزاف، وبالطريقه ديال التعامل مع الاعشاب، لان اي واحد بغى يتعامل مع العشبه اسهل طريقه اللي بغى يعني يستعمل الاعشاب وما بغاش الاضرار هو يشد العشبه ويديرها في الكاس ويكب عليها الماء، يدير مستحلب ويشرب غير الماء ديالها. فهذه انجح طريقه بالنسبه للاشخاص اللي بغوا يستعملوا الاعشاب. يعني اي واحد بغى يتداوى بالاعشاب وما عرفش الطريقه ديال الاستعمال، ياخذ اسهل طريقه هو ياخذ العشبه ويديرها في الماء ويخليها حتى تطلق المكونات ديالها ويشرب الماء، فهذه اقل اضرار. والا الحمد لله الاعشاب راه ما فيهمش شي اضرار اللي كبيره، كاين بعض الاعشاب اللي سامه معروفه قليله بزاف منها الداد، كما كنقولوا بيض الغول، شدوق الجمل الى غير ذلك، فهذه اعشاب سامه ولكن الناس غالبا ما كيتعاملوش بها. حنا كنهضروا على الاعشاب اللي هي معروفه في السوق بحال الزعتر، الزعيطره، السالميه، مرد الدوش الى غير ذلك. فافضل الطرق هو الانسان يديرها مستحلب، هذه هي افضل الطرق بالنسبه للتداوي بالاعشاب. فعلا كما ذكرت بان اخطر شيء هو التعامل مع الاعشاب بطريقه عشوائيه، لان جميع الناس اللي كيتسمموا بالاعشاب هما اللي كيتعاملوا مع العشبه بطريقه اللي عشوائيه. فالاعشاب هما طب متكامل، ولكن ضروري من المعلومات، ضروري من المعرفه، لان غالب ديال الناس كيظن بان العشوب راه شي امور عشوائيه. بالعكس، فاكبر طبيب داز في التاريخ هو ابن سينا، فهو دار موسوعه يعني فيها اكثر من 21 مجلد على الطريقه ديال التداوي بالاعشاب. يعني الطب بالاعشاب فهو طب قديم، والطريقه ديالو فهي طريقه علميه، لان العشوائيه هي اللي كتادي بالناس باش كيمرضوا بعض المشاكل. اما الاعشاب اللي تتعامل معهم بطريقه سليمه فالحمد لله فيهم فوائد وما فيهمش اضرار. هذه من افضل الاشياء اللي بغيت تعمل بالنباتات الطبيه. كنتمناو حنا الغايه كما كنقولوا في هذه الخرجات هو نشر معلومات. فالطب بالاعشاب هو طب اللي هو عريق، ولحد الان كما هو معلوم ان الدول العظمى مثل الصين مثلا والهند وباكستان الى غير ذلك، ف 80% من العلاجات ديالهم كتنبني على الاعشاب. وحتى الطب في الصيدله
راه الاصل ديال العلاجات اللي كاين في الصيدله فهي من الاعشاب، غير كتزادوها مواد الى غير ذلك، ولكن الاصل ديال العلاج راه في النباتات، لان النباتات هما اصل الدواء بالنسبه للناس كاملين. حنا كنتمنوا الناس يرجعوا للطبيعه، غير يرجعوا لها بطريقه علميه ما يكونش العشوائيه، ونتمنوا الشفاء للجميع. معكم المعالج عبد الحميد صاحب عشبة ضال البركه، اللي بغى يتعرف على القناه ديالنا يدخل اليوتيوب او يعني الفيسبوك يكتب عشبة ضال البركه، والهاتف ديالي هو 06 54 38 40 52. اللي بغى يستفسر او معلومات فمرحبا بكم. المحل كاين في مراكش، عندنا فرع في مدينه اكادير. نتمنوا الشفاء للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.